أستاذ محمد مهدي عاكف، في المراجعة السابقة ذكرت لي أنك اعتقلت في يناير 1949، بعد شهر تقريبا من اعتقالكم، وأظن أن عددا كبيرا من الإخوان قد اعتقلوا، اغتيل حسن البنا رحمة الله عليه. كيف تلقيتم نبأ اغتياله؟ أنا كنت في ذلك الوقت في معتقل الهاكستاك، وكنا في المعتقل يعني عدد قليل هنا، ولكن المعتقل الكبير في الطور ففي 3000، ومعتقل هاكستاك كان فيه مجموعة من الطلاب ومجموعة من كبار الإخوان في عنبر آخر. طبعا كان الخبر شديد علينا، وأنا أذكر الدكتور عبد العزيز كامل وهو يبكي بكاء مرا، وبعض الإخوان، ولكن تقبلنا الخبر. ماذا نفعل إلا أن نتابع الأحداث، وكانت أحداث مؤلمة. بعض من كتب عن هذه الفترة فيما بعد كأنه أراد أن يقول بأن الاعتقالات كانت ممهدة للاعتقال. نعم، بدليل أنه اعتقلونا جميعا، وكل من كان حول الإسلام تركوه هو. كان المفروض أنه اعتقل أولنا، أول واحد اعتقل من، ولكن تركوه هو. تاريخ والصورة التي اغتيل بها صورة يعني خبيثة فعلا ولا تليق. هو كان في دار الشبان المسلمين ويسعى للتفاهم، مش رايح يعني، ولكن خذلوا البشرات، خذلوه وقتلوا. لم يكن له نائب، فماذا حدث بعد ان اغتيل؟ كيف سد الفراغ؟ لا، في ساعتها كان كل النواب او الوكلاء في السجن. هو الرجل كان يحيط به يعني مجموعه من الناس المباركين، يعني مثلا كان في الهدوء ده المستشاري، كان البقوري المستشاري، وعلى ما اذكر كان البقوري قام باعماله فتره طويله واحنا بالمعتقل وفي جدارنا قبل ان يعلن حسن الغضيبي مرشدا. نعم، حسن الغضيبي المستشار يعني ما حد يعرفه، ما حدش يعرفه الا القليلين، يعني لم يكن احد يعرف انه من الاخوان الا اولاده. لان هو اولاده هم اللي دخلوا الاخوان، اولاد الاستاذ الغضيبي، وموجوده حتى الان الحاجه، موجوده حيه حتى رزق حتى الان. ف الاستاذ الغضيبي كان يعرفه عدد قليل من الاخوان، زي منير دله وحسن عشماوي، كان يسبنا يسر اليهم، وكما يقول الاستاذ منير اذا احتجتم الى فاستشيروا المستشار الحضيري، حاجه كده. لانه لحد الان في الكتابات التي كتبت عن تلك الفتره هناك نوع من الضبابيه بشان كيف تم اختيار المرشد بعد اغتيال حسن البنا. لا، ما عادتش غامضه ولا شيء، ده في ناس كتبوا بالتفصيل ماذا حدث للاخوان المسلمين، حصل خلاف، خلاف شديد. وكان مترشح في ذلك الوقت عبد الحكيم عبد الدين وعبد الرحمن البنا والغزالي، يعني كان في ناس مترشحين كثيرين، ولكن كل دول ما كانش فيهم عليهم اجماع. وانا اذكر الشهيد يوسف طلعت حينما ذهبوا الى الاستاذ الغضيبي في الاسكندريه، والاستاذ الغضيبي كان رافضا رفضا باتا، الى ان تحدث معه يوسف طلعت فخلى الرجل يعني لم يتخلى عن المهمه وقبل واختير بالاجماع. وحسن الغضيبي فرق كبير جدا بين طبيعه حسن الغضيبي وطبيعه اسلوب البنا. نعم، طبيعه اسلوب البنا رجل يحب الناس وقلق اللسان وحركة، وهذا مستشار بعد سن الستين الهضيبي. خدت بالك؟ فكان قليل الكلام يعني، فكثير من الاخوان شعروا بالفرق الشديد، وانا واحد منهم. لذلك في الوقت ده سن صغير
انت طبعا انت خرجت بعد عام من المعتقل واختار الهدوء في سنة 51 بعد نعم. وخبرتني بالمراجعة السابقة انه بعد خروجكم من المعتقل تقريبا انتهى النظام الخاص ولا لسه؟ لا كان لسه كان لسه النظام الخاص بعد خروج من سنة 50 النظام الخاص يعني شكل تشكيلا جديدا في أيام الأستاذ الهضيبي في حوالي سنة 52 عند تشكيله ثم بعد ذلك ألغي تماما بعد قيام الحرس والثورة وإعلان حرس الوطن. هل كان له دور في الثورة؟ الحرس النظام لا ما كان معرفة عادية جدا برجال الثورة. أنا كنت أعرف رجال الثورة أكثر منه وكان حسن العشماوي ومنير بلة وصالح أبو القيس وحلمي عبد القادر حلمي أقرب إلى رجال الثورة من أي حد آخر ما يقال عن أن رجال الثورة بعضهم كان أو لم يكن من الإخوان ما مدى صحة ذلك؟ عبد الناصر كان من الإخوان يا ما كان في جبني كان الإخوان وكان في جبني عبد الباقي كمان حسين كان معي من الإخوان كان لا يتركني ولا أتركه عبد الحكيم عامر كان جاري وحبيبي ويعني يعني كنا ساكنين قريب من بعض يعني إما كانوا من الإخوان أو كانوا محارف أو محارف الإخوان أو محب الإخوان ما فيش حد منهم بينكر هذا لا السادات ولا خالد محي الدين حتى ولا كلهم هم بيعترفوا إن الإخوان المسلمين يعني كانوا يحبون إليه وكانوا يتعاملون معها لأنها هي يعني أمل الأمة كما يقولون الثورة لما صارت هل صحيح أنه كانت عبارة عن نوع من الشركة مشروع مشترك بين الإخوان والضباط الأحرار يا أخي الكريم